تعالى معايا، 6 زائد 6 في 6 ناقص 6 على 6 ناقص 40 يساوي كام؟ اتفقنا إن في ترتيب للإشارات، ضرب وقسمة الأول، لو في قواس الأقواس الأول، طب مفيش قواس يبقى ضرب والقسمة الأول، طب مين اللي جاي الأول؟ المسألة ماشية كده، يبقى مين اللي جاي الأول؟ اللي جاي الأول الضرب أهو، يبقى أنا أقول الستة دي تنزل، زائد 6 في 6 ب 36، وننزل باقي المسألة زي ما هي، ناقص 6 على 6 ناقص 40. طيب نبدأ المسألة، عندي جمع طرح قسمة طرح، نبدأ بمين؟ القسمة، يبقى 6 على 6 فيها الواحد. انزل باقي كل حاجه زي ما هي، 6 زائد 36 ناقص 1 ناقص 40 يساوي. طيب عندي بقى جمع طرح طرح، نبدا بمين؟ الجمع والطرح نفس الدرجه، بس مين اللي جاي الاول؟ اللي جاي الجمع، يبقى نجمع الاول، 36 زائد 6 يبقى 42، نزل باقي الاشارات، ناقص 1 ناقص 40 اهو. هنا بقى نبدا بقى 42 ناقص 1 يبقى 41 ناقص 40 يساوي 1، يبقى الناتج في النهاية يساوي كام؟ 1.